أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، أصحاب السماحة والفضيلة، المشايخ الكرام، السادة السيدات مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود. قبل كل كلام، كلام الله ومقرئ العتبة الكاظمية الأستاذ همام عدنان، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
أنا أول وطن ينولد فوق القاع من سحقة جدم آدم والده، وأنا أول حرف وأول كلام قال وأول بلبل على غصوني تغريده، أنا أول تلاوة بحنجرة داود وجبالي تردد نغم تجويده، أنا مهد النبوة الحضن نوح صغير حد ما بينت آخر تجاعيده، أنا اسمي العراق من الأزل لليوم لا يرضى بمذلة ولا أرضى بقيده. السادة الأفاضل أطلب من الجميع قراءة سورة الفاتحة لشهيد المحراب، لعزيز العراق، لشهداء الحركة الإسلامية، لشهداء الحشد الشعبي، للمجاهدة الحاجة أم صادق، وقوفا قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. على وقوفكم سادتي نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية العراق. الشعر لقامتين ألا وهما الشاعر السيد رفعت الصافي والشاعر الأستاذ أحمد الذهبي بمساجلة شعرية بين الاثنين. نستقبلهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.
مرجعيتك نهج للأحرار، متت بس مرجعيتك نهج للأحرار، وي كل ثورة تجدد معانيها مرجع دين ثوري. وحارب الطغيان وحاضر ثورتك من فيض ماضيها، مثل جدك كنت، مثل جدك كنت تخدم الناس بروح، تاخذ خبزة عيالك وتطيها. من تبرد الدنيا هواي قالوا ناس تبقى بلا غطا وناسك تغطيها. يا محمد الباقر يا حكيم الراي، يا أيقونة الفقرة ومحاميها، يا فعلا حكيم الاسم والتفكير وقل أفعال هالطابق أساميها. والمستضعفين المالهم طلاب، والمستضعفين المالهم طلاب، الخاطرهم كنت كل شدة تلويها. من يستضعف بنادم إذا موجود واحد لجل شعب الروح يطيها؟ عدل ميت أشوفك بول الميدان، عدل ميت أشوفك بول الميدان، بولها تفوت وموش تاليها. تنزل للحرب جمرة على طرف القاع، نعم، وقلوب الرجال حوك تشويها. الشجاعة البيك يراد لها صفنة هواي. أحسن الله إليك مولاي. الشجاعة البيك، الشجاعة البيك يراد لها صفنة هواي، وراثة وعمك العباس راعيها. شجاع بشارتك وعمامتك والسيف يا جايوس هالما يوم يخطيها. شنت ترسم الدولة تناصر المظلوم، شنت ترسم الدولة تناصر المظلوم وتحفظ حقه مو تحفظ كراسيها. شجاع، شجاع بشارتك وعمامتك والسيف يا جايوس هالما يوم يخطيها. شنت ترسم الدولة تناصر المظلوم وتحفظ حقه مو تحفظ كراسيها. بعدك كان دولة تنافس البلدان، بعدك كان دولة تنافس البلدان، مو دولة بمطر تغرق مبانيها، مو دولة نسيبي وابن عم فلان، مو دولة نسيبي وابن عم فلان، لا مو دولة حاميها حراميها. بعدك كان دولة تنافس البلدان، مو دولة بمطر تغرق مبانيها، مو دولة نسيبي وابن عم فلان، مو دولة حاميها حراميها. فكرك كان توحيد الكتل بالراي، مو معليها هاي وذيك معليها. جبت كل عمرك تخطط للاستقلال، جبت كل عمرك تخطط للاستقلال، خاطر دولة يرتاح الشعب بيها. بعدك، بعدك كان توحيد الكتل بالراي، نعم، ومعليها هاي وذيك عليها. جبت كل عمرك تخطط للاستقلال، جبت كل عمرك تخطط، جبت كل عمرك تخطط، خاطر دولة يرتاح الشعب بيها. جنت رايد، جنت رايد نميز، نميز العدو من الصحبان، جنت رايد نميز العدو من الصحبان، خاطر نعرف الناس ان ماشيها. وتيهنا الصديج من العدو بلياك، عم تيهنا الصديج من العدو بلياك، ارجع يا ابو صادق جر سراقيها. جنت رايد نميز العدو من الصحبان، خاطر نعرف الناس ان ماشيها. كل همك سيادة دولة النهرين، نعم،
العراق إن شاء الله قادر يغير الحال، العراقي إن شاء الله قادر يغير الحال، شعب مقتدر فذ من كل نواحيها. ارجع ارجع شيلها بكفك دموع الناس، الماتك والزمن بعدك مبكيها. شعب منا الثقافة تنطلق للكون، شعب منا الثقافة تنطلق للكون، يسوي المعجزات اللي ما مسويها. يا ما دورت عن دولة استقلال، ما ردت الغريب يصير حاديها. ارجع وانتفض، حط حد للي يفكرون يشقون الصفوف اللي انت بانيها. يا مجدك علي الميلاد واستشهاد، يا مجدك علي ميلاد واستشهاد، وانت بحض علي دنياك قاضيها. بدمك 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 مهدت درب الظهور، وكون باكر رايتك ويان عليها. يا عاشق المهدي المنتظر موجود، كل ما تنخبط لازم يصف فيها، كل ما تنخبط باكر يصف فيها. صلوا على محمد وآل محمد ولكن بأعلى الأصوات. شكرا جزيلا. نشكر السادة الشعراء، الأستاذ أحمد الذهبي، الشاعر رفعت الصافي. أحبتي، لا بد لنا من ذكر شهداء قادة النصر. شلون صوتك دا سمعني يا وتجاوبني وياي يرهيب؟ واحد واحد واحد، لا تعدهم واحد وثاني. أبو مهدي ومنو؟ سليماني. صوتك هذا أريد. واحد، لا تعدهم واحد وثاني. أبو مهدي مو خوش ما يعجب. واحد، لا تعدهم واحد وثاني. أبو مهدي طريق ونهج قرآني. أبو مهدي ثار وسكن وجداني. أبو مهدي كلام وخلي يسمع القاصي والداني. إذا يامر علينا القائد الهيبة الخراساني، نقرعينا ونجيب الثار ونذل الأمريكاني. إذا عيد أريسون، واحد لا تعدهم واحد وثاني. أبو مهدي طريق ونهج قراني. أبو مهدي ثار وسكن وجداني. أبو مهدي كلام وخلي يسمع القاصي والداني. إذا يامر علينا القائد الهيبة الخراساني، نقرعينا ونجيب الثار ونذل الأمريكاني. أيا من صدره بيت يسكت صوتك الموت، ألا يا سيدي عذرا أضيع بصوتك الصوت. يا صوت الرفض، يا وارث الأحرار، يا جدحة زمرهن لو غدت تجدح، يا الراكب الصعبة ويا سليل الزود، ببتوت السمع للمجد تتمرجح. ما ساومت يوم ولا خطأ وياك يا محمد المحسن، انت كلك صح. سادة الأكارم، الكلمة الآن لسماحة الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، نستقبله ببركة الصلاة على محمد
وآل محمد. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا صاحب الزمان وشريك القرآن وخليفة الرحمن، السلام عليكم سادة العلماء، إخوتي أخواتي الحضور، ورحمة الله وبركاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في البداية نبارك لكم حلول شهر رجب الأصب، شهر الرحمة والبركة، شهر المغفرة، شهر التوحيد، شهر التسبيح، شهر مواليد الأئمة ووفاة بعضهم، كما نعزي آل الحكيم برحيل عقيلة شهيد المحراب، ونسأل الله تعالى الشفاء والعافية لابن شهيد المحراب سماحة السيد صادق الحكيم. في مثل هذا اليوم، 1 رجب، شهر محرم حرمه الله تعالى فيه القتال، في مثل هذا اليوم، في يوم جمعة، كان 1 رجب، كان الفعل الشنيع والجريمة الكبيرة لأعداء العراق في اغتيال هذا العالم المجاهد الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. لماذا اغتالوا الشهيد في أول مقدمه؟ لم يكن على مقدمه إلا 3 أشهر تقريبا أو 4. لماذا أسرعوا في اغتيال هذا الرجل؟ ما هي خصوصية هذا الرجل بحيث أن أعداء العراق من المنافقين والنواصب والبعثيين والأمريكان والصهاينة قرروا الاستعجال في اغتيال هذا الرجل؟ وفي شهر رجب، وفي يوم الجمعة، وبعد صلاة الظهر، لأن هذا الرجل كان له مشروع، كان في ذهنه هدف، كان له قضية، قضيته الأولى الأساس العراق، شعب العراق، حوزة العراق، ثروة العراق، تاريخ العراق، موقع العراق، ليل نهار يفكر في هذا البلد، في شعب هذا البلد، وحمل هموم كل أبناء الشعب العراقي من شماله كردستانه إلى جنوبه، مسيحيه، يزديه، كل أبناء العراق حمل همه، حمل الشهيد محمد باقر الحكيم هم كل العراقيين، وأراد أمران: أراد الحرية بإسقاط الطاغية، وكان مستعد أن يقدم كل عائلته، وقدم هذه العائلة الكريمة المجاهدة العالمة
مدرسة الفقاهة والشهادة والجهاد، قدمها من أجل حرية العراق، ومستعد أن يقدم حياته وقدم حياته من أجل قضية مهمة، هو أن يعيش العراقيون كرماء أحرار، وأن يبقى العراق عراقاً مقتدراً لا سيادة واستقلال وكرامة في المنطقة. هذا كان همه، هذا الهدف الكبير أمامه أعداء كثيرون، هذا الهدف الكبير أمامه أعداء كثيرون، وجدتموهم مستعدين أن يفجروا أنفسهم في أوساطكم، في مساجدكم، في حسينياتكم، في عزائكم، أعداء كثيرون أمام هذا المشروع أن العراق يبقى مقتدر، يعيد للمنطقة قوتها، يعيد للعراقيين موقعهم المؤثر في العالم كما كان تاريخهم. هذا المشروع أمامه أعداء لا يسمحوا أن يتحقق هذا الموضوع. نحن اجتمعنا اليوم هنا، لماذا اجتمعنا هنا؟ بجوار شهيد المحراب، جئنا لنستمد منه هذا الطريق الذي اختاره وهذا المنهج الذي سار عليه. سيدي على خطاك سائرون، كما سرت نسير، أنت تركت كثير من مواقع الامتياز وذهبت لتكون بين المستضعفين، بين المجاهدين في السواتر، في بيوت الشهداء، في بيوت الفقراء، في معسكرات اللاجئين والمهجرين. تركت مكانك وهو مكانك المفترض فيه، مكان العلم والتدريس، لكن قلت ما دام المجرم موجود، ما دام الشعب العراقي مقهور، واجبي الأول أن أكون معهم لأكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. نتعلم من خطاك ونسير على خطاك ونلتزم بهذه الخطى، أن نكون كما كنت في الليل في العبادة، في الدعاء مع دعاء كميل، في صلواتك الخاصة، في عشقك لله، وفي النهار فارس تتحرك من هنا وهناك مع هذا السفير، مع هذا المسؤول، مع هذا المستضعف، مع هذا المجاهد، مع هذا الطالب، ترعاهم، تتبناهم، تحل مشاكلهم. أنت عابد عامل، أنت تقي مجاهد. نتعلم منك يا شهيد المحراب أننا نلتزم بالحكم الشرعي إن كان لنا أو كان علينا، لا نتحرك في خطوة من الخطوات إلا أن نرى أنها حلال أو حرام. هذا الذي تعلمته أنت من أبيك وأستاذك ومن هذه الحوزة العظيمة، حوزة النجف الأشرف. نتعلم منك سيدي الشجاعة، كنت شجاعا لا تخاف، كنت شجاعا لا تخاف، وتبادر. كثير من الناس طال الطريق عليهم فتركوا طريق الجهاد، طريق المواجهة للطاغية صدام، ذهبوا هنا وهناك، وأنت أصررت إلا أن تكون في الميدان وقريب من العراق، تخطط وترسم وتشجع وتمول وتعطي للناس طريقهم نحو الحرية. نعم، لم تترك طريق الجهاد على صعوبته، قرروا أن يقتلوا ويبيدوا عائلتك، وأنت في صلاة الجمعة ناديت بأعلى الأصوات نداء بعبد الله الحسين، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. نعم، هذا كان جوابك إلى صدام، وكان هدية الإمام الخميني رضوان الله تعالى لك أن سماك ابن الإسلام الشجاع، السيد محمد باقر الحكيم ابن الإسلام الشجاع. نعم، بهذه المواجهة فرضت على صدام أن يعترف بك ويعترف بالشعب العراقي، ونادى أمام الملأ ليتفضل السيد محمد باقر الحكيم.
بهذه الشجاعة، بمبادرتك، باستمرارك، بمواصلتك، فرضت على أمريكا، على كلينتون أن يعترف بالمجلس الأعلى وأن يعترف بك شخصية مؤثرة مهمة في العراق. نعم، نتعلم منك كما تعلمت من والدك السيد محسن الحكيم، وكما تعلمت من شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه محمد باقر الصدر. نتعلم منك أن طريق الجهاد ليس هو طريق نخبة ولا هو طريق خاص، وإنما هو طريق شعب. فآمنت بالشعب، الشعب العراقي، ودعوت للشعب العراقي، وكنت مع الشعب العراقي واثقا بهم في أنهم يستطيعون أن يغيروا وأن يبدلوا. كم وصيتنا شهيد المحراب بالعشائر، العشائر في العراق أساس تاريخ العراق، العشائر في العراق أساس المجتمع العراقي. من يفكر بعيدا عن العشائر لا يصل إلى نتيجة. نعم، أنت علمتنا أن في العراق عندنا شعائر الحسين يجب أن نهتم بها ونلتزمها ونحييها، وأن هناك عشائر يجب أن نهتم بهم، نعيش معهم، ندافع عنهم. تاريخ العراق سجلته المرجعية العالية في النجف الأشرف والعشائر المجاهدة المضحية المنبية. نعم، شهيد المحراب علمتنا أمرا لم نكن نعرفه، تعلمته أنت من الإسلام العظيم، أن المرأة مهمة في عملية التغيير. المرأة هي التي تصنع الشباب، المرأة هي التي تصنع الرجال. يجب أن نهتم بالمرأة كما نهتم بالرجال. المجتمع مجتمع الجميع. هذه خطاك سيدي، هذه خطاك سيدي تعلمناها، وسنستمر على هذه الخطى ونلتزم بهذه الخطى. السلاح مهم والقلم مهم، الإعلام، الجهاد مهم، وتربية النفس مهمة، الصلاة مهمة، ومتابعة ما يجري في العالم مهم. نعم، تعلمنا منك يا شهيد المحراب، ونفتخر بهذه المدرسة. لا نجعل الصديق بقدر العدو، الصديق صديق نصدق معه ونكون معه، والعدو عدو نحذر منه ونتوجس منه. لا يمكن أن نجعل الصديق والعدو في ميزان واحد. من وقف مع الشعب العراقي ليس من وقف ضد الشعب العراقي، من وقف معنا في المهمات ليس من فجرنا أو وقف أمام يخلق لنا المشاكل والتحديات. نعم، الصديق صديق ونفيلي ونكون معه، والعدو عدو نحذره وننتبه منه. قالوا عنك أنك تركت العمة والدراسة وذهبت تنشغل بالسياسة، وهذا ليس مناسب لك. نعم، أنت على منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا العابد الزاهد، هذا العارف، هذا الإمام، لكنه وقف كثيرا وطويلا في مواجهة الظالمين، في مواجهة معاوية ومعاوية الداهية، وخلط على بعض الناس علي ومعاوية، والكل سياسة والكل سلطة والكل حكم. لا، هناك من يريد الحق والعدل ويريد أن ينصر المستضعفين، وهناك من يريد أن يستثمر السلطة لنفسه ويطغي بها على الناس. وهذه مقولة أمير المؤمنين تكررها دائما وتذكرنا بها ولن ننساها. اللهم إنك تعلم، قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. ليس معركتنا وشهادتنا وتقديم التضحيات الكبيرة من عوائل ومراجع وعلماء من أجل أن نتميز بسلطة أو أن نلتذ بمقام أو مكان، ليست هي المناصب همنا، ليس هذا همنا. هذه مدرسة أمير المؤمنين. اللهم أنك تعلم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، إقامة الدين، ونظهر الإصلاح في بلادك، تعديل العوج الموجود في هذا البلد وذاك البلد،
ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. فلما رأى الله صدقنا أنزل علينا النصر. نعم، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح، لكن واجبنا أداء التكليف والصبر على أداء التكليف. هل تحقق كل ما يريده شهيد المحراب؟ هل تحقق كل ما يريده شهيدنا شهيد محمد باقر الصدر؟ هل تحقق كل ما يريده الشهداء، العلماء، القادة، المراجع الذين استشهدوا في هذا الطريق؟ هل تحقق كل ما يريدون؟ نعم تحقق شيء، تحقق أن القرار بيد الشعب عبر الانتخابات والتصويت وما شابه، تحقق أن العراق لا يقبل بالاستعمار وسيادة أي بلد أو طرف عليه، تحقق شيء منه، تحقق الاستقلال. لكن كلها فقط هذا الذي يريده شهيدنا المحراب ومراجعنا الكبار؟ لا، هناك شيء آخر وهي مهمتنا اليوم. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة، نحن نريد دولة كريمة، عراق مقتدر، دولة كريمة، شعب حر كريم لا يتوسل هنا وهناك، وبلد مقتدر قادر، له إمكانياته، له قدراته، مستفيد من ثرواته، مسؤوليه حريصون على هذا الشعب، خدم لهذا الشعب ليل نهار، يفكرون بهذا الشعب. نحن نريد، مرجعنا يريد، قائدنا يريد، شعبنا يريد عراق مقتدر، عراق ذو سيادة كاملة، استقلال كامل، ثروته بيده، قراره بيده، صاحب القرار الأول هو الشعب العراقي. نحن نسعى لهذا. هل نستطيع أن نحقق هذا؟ 20 سنة لماذا لم تحققوا كل هذا الأمر؟ الآن تريدون أن تحققوا هذا الأمر؟ نعم، 20 سنة قضيناها بين في مواجهة الأعداء، أولها كان أول شهيد لنا هذا القائد العظيم الشهيد محمد باقر الحكيم، ثم بدأت مواكب الشهداء بحرب طائفية ونزعات عنصرية، وبالقاعدة وبداعش استمرت المواجهة، لا يريدون للعراق أن يكون مقتدرا. ولم تنتهي هذه المواجهة إلا بمواجهة أخرى لكنها ناعمة وليست حربا وخشنة، بالمخدرات، بالقيم الهابطة المبتذلة، بالفساد، بالمثلية، بالنزاعات المختلفة التي أثاروها هنا وهناك. ونحن اليوم أمام تحدي حقيقي في مالنا، في الدولار الذي يملكه العراق، في اقتصادنا. نحن في تحدي حقيقي هذه الأيام، وتسمعون في هذا الموضوع ودور الأمريكان في التدخل في هذا الشأن. أموالكم ليست بأيديكم أيها العراقيون، أمامنا تحدي كبير في أن نجعل أموالنا بأيدينا، نحن المسؤولون عنها، نحن الذين نتصرف بها. الشعب العراقي هو المسؤول عن ماله عبر مؤسساته بإرادة حرة وبدون تدخل. اقتصادنا اقتصاد مشلول، كله استيراد، يجب أن يتحول هذا الاقتصاد إلى اقتصاد منتج، إلى اقتصاد عراقي، إلى سلع عراقية. لا نكتفي بالاستيراد، علينا أن نغير توجه الاقتصاد في البلد، علينا أن نوطن أنفسنا لأن نعيد بناء هذا البلد بأيدينا. هل نحن قادرون على أن ننجز هذا الإنجاز بعد أن انتهينا من الحرب الخشنة بداعش، بالتدخلات الخارجية، بالنعرات والحروب الطائفية وما شابه؟ الآن بعد أن انتهينا من كل الشعارات التي اتضحت خلفياتها
بعد أن تبين من هم أعداؤنا بالمخدرات وبالقيم الهابطة. الآن بهذه الحكومة بهذا الشعب هل نستطيع أن نحقق هذه الإنجازات؟ أقول نعم. الشعب العراقي خلال هذه الفترة القريبة أبهر العالم، أظهر معدنه الخاص، كنزه المخفي. شعبنا استطاع أن يحقق كل هذه الإنجازات. أين حقق هذه الإنجازات وكيف أظهر كنزه ومعدنه؟ ثلاث شواهد أقدمها لكم ونحن مقبلون على الرابعة إن شاء الله. الشاهد الأول، عندما يجتمع، عندما يكون لنا هدف واضح والحكومة تعمل له والشعب يعمل له، تحدث المعجزة. المعجزة الأولى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الملايين الملايين التي قدمت في هذا المكان الصغير في كربلاء، لكن استطاع الشعب بأخلاقه، بكرمه، بروحه العباسية، بروحه الإيثار، روح الحسين، استطاع أن يستوعبهم. العالم بقى صاف، ماذا يجري في هذا البلد؟ كيف يمكن لعشرين مليون أن يكونوا هنا؟ الشعب والدولة والحكومة اتفقوا على هدف، استطعنا أن نظهر هذه المعجزة. المعجزة الثانية والحدث الكبير الثاني الذي يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء هو مواجهة داعش وإسقاط مشروع داعش. داعش كان يفكر الأمريكان وغيرهم أنه سيطول سنين وسنين، لكن ببركة الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي، وببركة هذا الشعب الذي استجاب، اتحدت الدولة والشعب أمام هدف واحد، والكل أعطى، العشائر، المواكب، النساء، الرجال، الشباب، استطعنا أن ننهي داعش وأصبحنا مثل للعالم. يدرس كيف استطاع العراقيون إنهاء داعش بهذه الفترة القصيرة. الحدث الثالث، وإن كان يختلف في المضمون لكنه يظهر كنز العراقيين ومعدن العراقيين، خليج 25. هذا الحدث أبهر الخليج، أبهر العالم، كيف استطاع هذا الشعب الذي يقال أنه غير مستقر وأنه مختلف وأنه لعيش الضنك وأنه، لكن الدولة والشعب قرروا أن يقيموا هذا الاحتفال وأن يكون بعز العراقيين وبكرم العراقيين وبنخوة العراقيين. فكان ما كان، ولحد اليوم الشعر والشعراء يتغنون بكم أيها العراقيون على هذا الإنجاز. إذن نحن نستطيع، إذا الدولة والشعب اتفقوا على هدف واحد نستطيع أن نغير معدننا، معدن العراقيين الذي اختار الله تعالى الأنبياء أن يكونوا هنا والأوصياء أن يكونوا هنا، وأن تكون دولة عاصمة الإمام المهدي هنا. هذا الشعب يستحق أن يقدم الكثير، بل أن يخلق المعجزات. المطلوب اليوم أن تتفق الحكومة والشعب وأن نعلن أننا سنغير مسار الاقتصاد في العراق، نغير مسار المال العراقي بالتعاون. على رئيس الوزراء أن يفتح بابه ليسمع من الشعب، من النخب، من الأساتذة، من المفكرين، من هذه اللجان الشعبية التي يجب أن تكون في كل محافظة، تراقب الأسعار، تراقب أين يصرف المال، تراقب كيف يتم التعامل مع القوت الأساسي. هذا الشعب يستطيع أن يعزز المنتج الوطني، لا يشتري إلا عراقي، الأجنبي يرفضه. هذه المولات الكثيرة الموجودة يجب أن تتحول إلى أن تكون بضاعة عراقية، أن تتحول أن تكون مصانع. نحن مطلوب منا كل هذا. هذا ممكن أن يكون وسيكون إن شاء الله إذا كانت الحكومة جادة ومخلصة وواضحة أمام شعبها، ولتعلن ماذا تريد، والشعب إذا كان صادقا وهو صادق وقادر أن نتعاون سوية شعبا وحكومة بأن نعيد للاقتصاد العراقي دوره ومكانته وقدرته. عراق مقتدر هو أمل العلماء والشهداء والمراجع وأمل شهيدنا الحكيم. نحن ذاهبون نحو عراق مقتدر بأيدي عراقية وبقرار عراقي وبشجاعة عراقية وبنخوة عراقية إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا. عهد مع الله
وعهد في هذا الشهر الكريم نعاهد به الله تعالى. إذا تسمحون أن نقرأ هذا العهد وأن نلتزم به، والله شاهد علينا. في شهر رجب المرجب من النجف الأشرف جوار حضرة أمير المؤمنين صاحب العدل والتقوى وعاصمة الإمام المهدي الكوفة، وعند مرقد شهيدنا شهيد المحراب، نعاهد الله على أن نسير على خط مراجعنا العظام نواب صاحب الأمر، ونلتزم بنهجهم ونطيع أمرهم. تاج على الرأس سيد علي السيستاني، صوتك. تاج على الرأس سيد علي السيستاني، تاج على الرأس سيد علي السيستاني. أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهداف العلماء القادة الشهداء في إقامة عراق مقتدر يعيش أبناءه كراما أحرارا. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أحسنت. أن نكون جنودا أوفياء لشعبنا العراقي، مدافعين عنه ومناصرين له. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. أن نعتز بهويتنا الإسلامية ونحافظ على قيمنا العراقية الأصيلة ونربي أبناءنا عليها. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أن نعد أنفسنا وإخواننا لنكون للمظلومين عونا وللظالمين خصما، ممهدين لدولة العدل الإلهي لصاحب الأمر والزمان. لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. اللهم هذا عهدنا فاشهد، اللهم أعنا عليه، اللهم وفقنا له، اللهم سددنا وانصرنا في هذه المعركة القادمة، معركة بناء عراق مقتدر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.